حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. أهلا ومرحبا بك دكتور في نشرة الثالثة. ونسأل بداية عن الدعم اللامحدود الذي يقدمه جلالة الملك المعظم والحكومة الموقرة للمجال الرياضي في مملكة البحرين، وما أسفر عنه هذا الدعم من إنجازات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناك دور كبير للقيادة الرشيدة من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه، حيث أنه هو الملهم والداعم الأول للرياضة والرياضيين، والرياضي الأول في المملكة، ومنه يستلهم جميع الرياضيين حب الوطن والإصرار في تحقيق الإنجاز. وتفضل دعم جلالته اللامحدود، أصبحت لله الحمد المملكة تملك مكانة كبيرة على خارطة الرياضة العالمية. وأيضا الله يسلمك سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والقطاع الرياضي يعني اهتم بالقطاع الرياضي ودعم كبير للقطاع الرياضي، سواء كان من خلال الحكومة الموقرة أو من خلال أيضا جهود سموه في تحفيز اللاعبين والأبطال ومشاركتهم الفرحة وتهنئتهم في كل مناسبة. وأيضا رؤى واهتمام سيدي صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، لله الحمد قدر يرسم خارطة الطريق للرياضة البحرينية تضعها على مسار الإنجازات، وهذا ما لله الحمد تحقق خلال الفترة الماضية. لله الحمد قدرنا نحقق فترة رئاسة سموه 5000 ميدالية ملونة للبحرين، وأيضا توجيهات سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية، هي المحرك الرئيس لكل ما تحقق للرياضة البحرينية من نتائج لله الحمد مشرفة، ومن خلالها كذلك ستحقق بإذن الله تعالى الرياضة البحرينية في مستقبل مشرق بفضل توجيهات واهتمام سموه. نعم. دكتور، ربما مع قرب نهاية العام ومع اقتراب أيضا احتفالاتنا بالأعياد الوطنية، سيكون من المناسب ربما لو استذكرنا إنجازات أبطال البحرين في المجال الرياضي على مدار العام الجاري. ما أبرز ما حققوه في المجال الرياضي؟ تابعنا قبل قليل في التقرير في دورة الألعاب الأولمبية على مستوى الألعاب الجماعية والألعاب الفردية وأيضا في مجال كرة السلة، ماذا تستذكرون في القطاع الرياضي من منجزات خلال العام 2023؟ نعم، لله الحمد الله يسلمك، الإنجازات عديدة وكثيرة، يعني راح نبرز يعني أهمها على سبيل المثال. لله الحمد يعني يمكن أبرز إنجازاتنا اللي في عام 23 واحتلال البحرين المركز التاسع في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، وإنجاز طبعا تاريخي غير مسبوق، هي يعني قدرنا لله الحمد نحقق 20 ميدالية بينها 12 ذهبية وثلاث فضيات وخمس برونزيات. وأيضا على الصعيد العربي لله الحمد حققت المملكة المركز الرابع في دورة الألعاب العربية بواقع 42 ميدالية، منها 19 ذهب و11 فضة و12 برونز، وأيضا بطولة العالم للألعاب القوى، هذه كلها محافل كبيرة كبيرة يعني يكون فيها المنافسة جدا شديدة. فبطولة العاب القوى في سنة 23 في المجر احتلت البحرين مركز 18 على 210 دولة برصيد لله الحمد ذهبية واحدة في سباق 3000 متر حققت الأداء وينفرد. وأيضا الله يسلمك للألعاب الجماعية، يعني ما شاء الله الإنجازات عديدة، سواء كانت يعني على مستوى الألعاب الفردية أو الجماعية. الألعاب الجماعية كرة اليد البحريني لله الحمد تأهلهم طبعا، وأيضا تواصلوا في عروضهم القوية سواء كان على مستوى المنتخب أو على مستوى الأندية خلال تحقيق نادي النجمة. ولين الألعاب كرة السلة أيضا نادي المنامي استطاع أن يحقق رقم بطولة غرب آسيا وقدر يلعب في كاس القارات. فهذه كلها الله يسلمك نتائج مشرفة للبحرين، أساسه هو الدعم والاهتمام والمتابعة من القيادة الرشيدة ومن القيادة الرياضية حفظها الله.
نعم الله نعم. دكتور، بحديثك عن الإنجازات التي أسفرت عن الدعم الذي تحدثت عنه في بداية المقابلة، لا شك أن هذا ربما يولد لدى الهيئة العامة للرياضة فرصة لتحديث رؤاها وخططها للمستقبل. ماذا تخططون في مجال تطوير القطاع الرياضي واستراتيجيتكم لدعم الشباب خلال العام المقبل؟ ما في شك الله يسلمك، أي عمل لابد أن يكون له تخطيط سليم، وهناك استراتيجية وجه فيها سيدي سمو الشيخ خالد، وسعينا نحن في الهيئة كجهاز تنفيذي على رسمها، حيث وجه سمو الله يحفظه بأن يتم يعني رسم استراتيجية تكون أساسها علمي وأيضا احترافي، وترتكز الله يسلمك على عدة أمور، منها جوانب طبعا علمية، منها أمور لها علاقة بالاستضافات، عشان نحن نحقق الله يسلمك الأهداف اللي وضعت لنا في عملنا اليوم، الأندية وكيفية تحويلها إلى شركات، وأيضا خصخصة المنشآت الرياضية الموجودة، وأيضا إدخال الجانب العلمي في عمل الهيئة وفي عمل الاتحادات والأندية، ولله الحمد هناك شوط كبير تم قطعه مع مركز البحرين للجنوب ووزارة الصحة. اليوم المواهب البحرينية راح يتم بإذن الله تعالى إبرازها واكتشافها بشكل علمي، راح نعتمد على الجينات اللي موجودة خلال المسح اللي راح يتم، وأيضا الاستضافات اللي بإذن الله تعالى البحرين راح تستضيف بطولات جدا كبيرة، بطولات لله الحمد إلى عام 2031 راح نبدأها العام القادم، بطولة دورة ألعاب المدارس الله يسلمك، هي طبعا هذه فيها أكثر من 7000 مشارك وأكثر من 25 لعبة، وأيضا راح نستضيف دورة ألعاب العربية سنة 31، وأيضا دورة ألعاب القتال سنة 27، وأيضا هناك توجيه من سيدي سمو الشيخ خالد بأن احنا نستضيف دورة ألعاب أطفال آسيا سنة 28، فهناك سلسلة من البطولات، لأن هي راح تكون أساس حتى احنا نبرز مكانة البحرين في استضافة هذه الأحداث، وأيضا جلب اللاعبين المميزين حتى يكون يعني شيء مشجع للمواهب الموجودة في البحرين، حتى يشوفونهم ويمشون على خطاهم. نعم، شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك، وعذرني على المقاطعة، الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة.